بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي ومشاهدي برنامج النوازل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم يكاد يكون خاصا بالبيئة التجارية الموريتانية والبيئة التجارية الموريتانية لأخواتنا النساء على وجه الخصوص. نتحدث اليوم عن المتاجرة وعن بيع الثياب غير السابغة للنساء، الثياب الرقيقة بالحسانية أي غير السابغة التي تشف ربما الجسد من بعدها من ورائها. فنقول إن الأصل أن المرأة موكلة إلى دينها ومسؤولة، المرأة المسلمة موكولة إلى دينها ولديها الوازع الديني والرقابة الذاتية التي تراقب من خلالها ربها عز وجل أوامره فتأتمر ونواهيه فتنتهي. بيد أن هذه الأمور التي مثل هذه التجارة وهي المتاجرة في الرقيق أو في الملابس غير السابغة تدخل في باب سد الذرائع، الأمور التي لها استخدامات مباحة ولها استخدامات أخرى خاطئة، فبالإمكان أن تستخدمها المرأة في بيتها متزينة لزوجها، وبإمكانها أن تستخدمها مع غيرها أمام العامة وبدون غيرها مع خاصتها من نسائها أو من زوجها أو من يحل له أن يرى ذلك. وبالتالي فإن هذا النوع من الذرائع لا يجب سده، لأن في سده إهدارا لمصلحة راجحة واضحة مباحة في مقابل أو لصالح الخشية من مفسدة متوهمة. فما دام هذا النوع من التجارة له استخدامات مباحة فهو من الأمور التي لا يجب سدها مثل ما نص عليه الفقهاء من عدم تحريم زراعة العنب وتجاور البيوت ونحوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.